وللوقوف على تطورات في غزة إنسانيا وعسكريا وسياسيا وسط الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأنها بعد تفعيل الأمم المتحدة للمادة 99، معنا من إسطنبول الخبير والباحث العسكري الدكتور عبد الله الأسعد، ومن أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي. صالح، أهلا بكما ضيفي الكريمين. البداية معك أستاذ صالح، يعني كيف تقيم جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم؟ هل كانت ترتقي إلى حجم المأساة المتواصلة في غزة؟ ألا يعني هذا فشل الإنسانية في إنقاذ غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، منذ بداية هذه الحرب وإلى هذه اللحظات نحن نلحظ أن الأمم المتحدة ومجلس أمنها تدور في دائرة مفرغة وكأنها تقوم بطحن الماء أو طحن الهواء. وحقيقة ما يدور في عروقة هذه المؤسسة بين شطائر الأممية هو شيء فاضح للإنسانية وللدول الكبرى، ومن ضمن ذلك الدول العربية والدول الإسلامية طبعا. عندما يقف ويتحدث ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ويقول بتبجح غير مسبوق أنه لم يحن الوقت بعد لوقف الحرب على غزة، هو يتحدث باسمه ليس باسم إسرائيل. الحقيقة الذي يقود الحرب على غزة، الذي يقتل الأطفال ويدمر البنيان والعمران، هي الولايات المتحدة الأمريكية بما ترسله من ذخائر وحمم إلى إسرائيل. وبالتالي هذه المسمى بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، حقيقة أن غزة عرتها بالمطلق وكشفت مدى نفاقها الإنساني والقيمي والأخلاقي وحتى البنية من داخل هذه المؤسسة. وبالتالي نحن كمسلمين في العالم وكعرب مدعوون من جديد للنظر مجددا في جذر العلاقة القائم في سياق السياسات الدولية بعد أن تمظهر بشكل واضح وكبير تكتلات وكتل عالمية الأولى تتمثل في الثنائي الروسي الصيني والآخر يتمثل في الثنائي الأوروبي الأمريكي. ومن ثم فنحن كعرب وكمسلمين من الواجب ومن الضرورة بمكان أن ننظر أين نحن في هذه المعادلة. نعم، سأعود إليك والضعف التي نعيش بها. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ صالح. إليك الآن العميد عبد الله الأسعد. يعني نبدأ من الفيديوهات المصورة التي تبين إفشال عملية استعادة الأسير الصهيوني، كيف تقرأها؟ لسيما أنها سبقت الفيديوهات التي نشرها الاحتلال، ما الرسائل المباشرة منها؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني نستطيع القول بأن العملية التي قامت بها القوات الإسرائيلية هي عملية مبنية على سوء التقدير وعدم الاستطلاع الكافي لمعرفة المنطقة الجغرافية التي يجب أن يصل إليها وطريقة الدخول إلى هذه المنطقة وفك الأسير من أسره ومن ثم الخروج. في الواقع يعني عملية اليوم وقبلها عمليات كثيرة أثبتت بأن التدريب لدى العدو الإسرائيلي هو تدريب يعني أقل من ضعيف، لأن العناصر الموجودين في تعداد قوات العسكرية الإسرائيلية وخاصة جنود المشاة، هؤلاء الجنود غير قادرين على المناورة الكبيرة وغير قادرين على تنفيذ أنواع المعارك الأخرى من مناورة والتفاف وكيفية إبطال الطرف المقابل من أجل حصول الأسير. ما جرى اليوم هو عبارة عن استدراج. هذا الاستدراج في أرض المعركة، يعني عندما يكون عناصر المشاة الجوالين أو القناصين أو غير ذلك، طبعا يتم الانقضاض على الهدف المراد استخلاصه أو الحصول عليه بتغطية نارية كثيفة. هذه التغطية طبعا من قناصة ومن وسائط رشاشة ومن حتى يعني قذائف RPG وحتى قنابل دخانية لإعمال مثلا النقاط. هذه العملية طبعا فشلت بكل معنى الكلمة، وأراد يعني الإسرائيلي أن يقيم على هذه العملية لو نجحت طبعا يعني بروباغندا إعلامية من أجل يعني يظهر خاصة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي
بأنه هو يستطيع أن يستخلص هذا الأسير. فيما يتعلق بجزئية الداخل الإسرائيلي سيد الأسعد، يعني عن فكرة الاستباق، فكرة الاستباق، حماس نشرت الفيديوهات التي تؤكد يعني وجهة نظرها، وسبقت الاحتلال بنشر صور تؤكد أنها أحبطت عملية محاولة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمثلا تخليص أحد الأسرى. فيما يتعلق بميزان الرأي العام وأثره على أو أثره على الطرف الإسرائيلي، تفضل. يعني طبعا هو الإعلام بشكل عام يعني أثناء حالات السلم طبعا له تأثير كبير ودور يعني سلبي وإيجابي حسب المادة المطروحة من أجل الحصول على نوع من أنواع التأثير الفكري والاستدراج الإيديولوجي للمجتمع. كيف إذا كان الآن لدينا إعلام؟ هذا الإعلام طبعا مرتبط مع الإعلام الحربي الذي يجري في الميدان والإعلام الذي يجري دراماتيكيا على الجغرافيا التي يتم عليها النزاع في تلك المنطقة، ومع أيضا الحفاظ على سرية. هذه السرية طبعا قوة إعلام القوات الفلسطينية حماس والفصائل الأخرى أحبطت بكل معنى الكلمة التأثير الإيديولوجي على الداخل والخارج. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ دكتور عبد الله الأسعد، سأعود إليك بالمزيد من الأسئلة، لكن اسمح لي أن أنتقل الآن مجددا للأستاذ صالح. أستاذ صالح، يعني مندوب أمريكا يقول إنه يريد تحقيق الهدف المنشود حتى لا يكرر التاريخ نفسه، ويقول أيضا لا مكان لحركة حماس في غزة. السؤال هنا، إلى أي مدى اليوم ترى أن الموقف الأمريكي أصبح واضحا وصريحا بعد تناقض تصريحات وزير الخارجية والبيت الأبيض، لا سيما في الأيام الأخيرة؟ أخي الكريم، أنا أزعم أنه لم يكن هناك أي تناقض منذ بداية هذه الحرب إلى هذه اللحظات في داخل التصريحات الأمريكية، إنما هي كانت عملية أسميها هز نفوس وهز النفسيات، و محاولة من الطرف الأمريكي لأولا تطبيع الحالة النفسية مع العرب وتحديدا الدول العربية من جهة، وإرضاء الداخل الأمريكي من جهة أخرى، وإرضاء الداخل الإسرائيلي من جهة ثالثة. الهدف حدده بايدن عندما زار في 8 من أكتوبر العام الماضي البلاد، وعين مندوبا ساميا على إسرائيل هو بلينكين، الذي هو حقيقة يقف على رأس هذه المعركة، وهو الذي يديرها، وهو الذي بالمناسبة قبل أقل من أسبوعين حدد ما يسمى الإطار العام لهذه الحرب بأنها ستنتهي خلال أسابيع، وحدد منتصف يناير. واليوم نسمع من الإعلام الأمريكي وحتى من شخصيات رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي تتحدث على أن منتصف يناير القادم من عام 24 هو الحد الأقصى المسموح به للعمل في قطاع غزة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حاولت قدر المستطاع أن تقوم بعملية بروبوغندا داخل منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والشعوب العربية وداخل مجتمعاتها، وفشلت فشلا ذريعا، لنصل إلى أن يتحدث أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي ويقول أن الإدارة الأمريكية، أي إدارة بايدن، أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حرج غير مسبوق في تاريخها في العلاقات السياسية الدولية مع العالم ومع الدول العربية، ودفعت ثمن إيمانها بنتنياهو. المهم في هذه المسألة كلها أخي الكريم أن المقاومة لازالت ثابتة وصامدة في قطاع غزة، وأنا أعتقد وقلت ذلك مرات سابقة أننا نشهد في المرحلة ما بعد الرهائن، نشهد مرحلة أسميها العض على الأصابع، والأكثر ثباتا وصبرا في هذه المعركة الراهنة والذي سيخرج بين شطائر رغم كافة الآلام منتصرا. نعم، وضحت الفكرة. دكتور عبد الله، جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين آخرين في معارك وصفت بالضارية تحديدا في محاور شمال قطاع غزة وكذلك في جنوبه. ما السر وراء هذه العمليات التي تقوم بها المقاومة لا سيما في اليومين الأخيرين؟ يعني أولا بالنسبة لموضوع الإفصاح، قبل أن ندخل في موضوع ما تقوم به المقاومة، الإفصاح عن عدد القتلى لدى الإسرائيليين أصبح الآن هو عبارة عن نهج يعني تنتهجه من أجل أن لا يتم الإعلان عن عدد أكبر من قبل الفصائل، لأن هناك كثير من العناصر
لا يتم الإفصاء عنهم، هم من الضباط، ولكن هم يعني يعلنون عن القادة الذين طبعا لديهم أهمية. وكثير من يعني ترى الجثامين التي تنقل والمستشفيات وغير ذلك من ما يجري. العمليات الآن العملياتية، العمليات القتالية الموجودة على الأرض طبعا تظهر يعني حسب قتال نظام قتال الجيوش بأن العناصر التي تتبع أسلوب الرمايات الخفيفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة هي أقدر على المناورة والتنقل في أرض المعركة من الذي يحمل عتاد كبير، وتجد بأن هناك ثقل كبير لدى العسكر الإسرائيلي أثناء تنقله، وطبعا أحيانا أصبح يعني غير واثق من قيادة الجيش لأنها لا تعطيه استطلاع صحيح ولا تعطيه أماكن يعني مفتوحة، لأن المعروف مثلا بين الجيوش بين بعضها البعض هناك حواجز هندسية وهناك عوائق يتم فتح ثغرات. هنا أصبحت يعني في كل لحظة يتوقع أن يكون هناك نفق أو يكون هناك دهليز يدخل به ويتم الإطباق عليه من قبل العناصر الموجودين الذين ينصبون الكمائن والذين يقومون بإغارات والذين يقنصون وضحت هذه الفكرة العناصر المتقدمة باتجاه هذه الأنفاق. من جديد أعود إليك أستاذ صالح، يعني كيف يتناسب دعم بايدن للصهاينة بالسلاح ويطالبهم في نفس الوقت بتخفيض أعداد الضحايا؟ حسب أي منطق يعني تسير الولايات المتحدة الأمريكية؟ أمريكا أخي الكريم ليس عندها منطق. نحن عشنا مذابح الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، تسعينات القرن الماضي في الصومال، وعشناها بعد ذلك في أفغانستان، ثم عشناها في العراق، ثم في ليبيا، ثم في سوريا والعراق أيضا، ونحن نعيشها في قطاع غزة. لا أخلاق ولا قيم ولا مبادئ لدى الأمريكيين في حروبهم، يحكمهم منطق المصالح، ومنطق المصالح بالذات في هذه المسألة المتعلقة في قطاع غزة تملك حساسية خاصة بين بعض الدول العربية ذات الصلة ومن جهة وإسرائيل واللوب الصهيوني الحاكم والمسيطر على مقدرات مالية هائلة في المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وأمريكا لطالما وبالذات الحزب الديمقراطي لطالما تشدق في مسائل حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وقيم الإنسان، وبالتالي هو يسعى بما يسمى سياسات الحد الأدنى للجمع ما بين الإفراط في القوة ومنحها لدى الإسرائيليين وللجيش الإسرائيلي من جهة، والرقص على دماء الغزيين عبر ما يسمى حقوق الإنسان وفتح الثغرات وتقديم الوقود والغذاء من جهة أخرى. وبالمجمل العام نحن أمام معركة كلام بالدرجة الأولى ومعركة إعلام بالدرجة الثانية ومعركة حقائق حقيقة على أرض الواقع في الدرجة الثالثة. وبالتالي الأمريكيين أخي الكريم هم محرجين إحراج كبير جدا، هم في حالة حرج غير مسبوق في تاريخ السياسة الأمريكية، خاصة بعد خروج الملايين من الشباب الأمريكي الذي لم يكن يعلم شيء عن منطقة الشرق الأوسط ولا عن القضية الفلسطينية والسؤال الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تتضح له أما قضيتان مركزيتان، عظيم الدعم الأمريكي لإسرائيل مقابل حالة الفقر والإفقار الذي يعاني منها الشعب الأمريكي، وبالمقابل حجم السيطرة الإسرائيلية، سيطرة اللوب الصهيوني على المقدرات الأمريكية في داخل المتحدة الأمريكية من جهة، والمظلومية غير المسبوقة في التاريخ الإنساني المعاصر للفلسطينيين كشعب. حتى كلها معروفة لدى الرأي العام الأمريكي. نعم، سأعود إليك على أي حال. من جديد إليك دكتور الأسعد، ماذا عن خان يونس؟ ألا أو إلى أي مدى تمثل خان يونس مرحلة فارقة من عمر هذه الحرب المتواصلة؟ ماذا يعني فشل الاحتلال الإسرائيلي بإحكام الحصار عليها إلى الآن؟ يعني أعيد وأكرر نفس موضوع عمليات الاستطلاع، لا تقوم إسرائيل بتقدير الموقف بشكل صحيح، لأن في خان يونس هناك كتائب من النخبة المدربة تدريب عالي والتي تعتمد على التقدم السريع والانسحاب بسرعة عالية والرشاقة لدى المقاتلين. هذه الكتائب الموجودة يعني تعرف الأرض، يعني عارف الأرض قاتلها،
وجعل الأرض قاتلته، هذا في يعني وجعل الأرض مقتوله، هذا في النظام العسكري. طبعا اعترف الإسرائيليون بأن الفلسطينيون المقاومون يعرفون الأرض أكثر من الإسرائيليين، ويقومون بالتحرك بشكل يعني أفضل وبهامش أوسع، لأنهم طبعا هم خابرون يعني للمداخل والمخارج وطبيعة الأرض هنا وهناك. يعني نلاحظ بأن هذا القتال ليس قتال عادي، وإنما هو قتال في ظروف خاصة. هذه الظروف الخاصة ربما تنتقل أنت من شارع إلى شارع، ربما أن تنتقل من أرض مفتوحة إلى أخرى مغلقة، يعني لا تستطيع أن تحدد أين هي نقاط الاستناد، أين هم العناصر الموجودين. طبعا يعني الفصائل في خان يونس، طبعا هذه يعني أنا نتيجة متابعتي لهذا اليوم وقبل أيام لموضوع خان يونس، أتوقع بأن هذه المعركة ستكون مقتل كبير جدا، وسيسقط فيها ضحايا كبيرة جدا، لأن الفصائل الموجودة هناك هي من الفصائل التي يعني تعرف تكتيكيا كيفية التقدم والرجوع بسرعة، لأن عمليات الكر والفر في مثل هذه العمليات السريعة التي ينتشر فيها كمية كبيرة من الجنود الإسرائيليين مقابل يعني خلايا أو عناصر قليلة، هذا طبعا يعطي القدرة على قتل أكثر يعني كمية من العناصر أثناء هجومهم. لأن تفضل تابع. لأن هؤلاء الموجودين في الأرض طبعا المدافعين يعرفون الهيئات، يعرفون كيفية توزيع الذخيرة، وهذا مهم جدا. يعني رأيناه خلال فترة المعركة بأن عنصر المقاومة الفلسطينية يعرف كيف يوزع الذخيرة وتوجيه السلاح، ويعطي كل هدف بما يستحق، يعني لا يقوم بإطلاق قذيفة الأربجي على عنصر. يعني لاحظت مثلا أثناء الهجوم على دبابة، طبعا عبارة عن قذيفة توضع في يعني في منطقة قاتلة وتقوم بتفجير الدبابة. وضحت هذه الفكرة عميد عبد الله، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، سأعود إليك بسؤال أخير. إليك بهذا السؤال الأخير هو أيضا أستاذ صالح، يعني نتنياهو يقول أن استلام السلطة الفلسطينية غزة ليس الحل المنشود أيضا، إلى أي مدى يلغي ذلك أي حل سياسي مرتقب؟ ما الذي يريده نتنياهو؟ كما تعلم هو من المعارضين الأساسيين لاتفاقية أوسلو، وهو من الذين كانوا وراء المظاهرات في تسعينات القرن الماضي ضد أوسلو، وبالتالي هو تعاطى عندما تولى رئاسة الحكومة منذ عام 98، ثم عاد بعد ذلك في سنوات عام 2008 إلى اليوم، تعاطى مع اتفاقية أوسلو على أنها مضرة و للمصلحة الإسرائيلية، وبالتالي هو لا ينظر إلى السلطة الفلسطينية كحالة شرعية. ومن ثم فهو تحدث بشكل واضح وصريح أن ما بعد حماس في غزة يجب أن تكون هناك قوة دولية يشرك فيها عرب، لكن الحالة الأمنية والحالة العسكرية والرقابة الأمنية المشددة ستكون لإسرائيل. أو يتحدث بما شاء، كذلك الأمريكيون يتحدثون بما شاء. نحن أمام سيناريوهات كثيرة جدا حول مستقبل غزة وفق ما تريده بريطانيا والاتحاد الأمريكية، أو اللوبي الكاثوليكي البروتستانتي الأنجيلي الذي يقوم بحرب شاملة على قطاع غزة عبر أداة إسرائيل، لكن السؤال يكون دائما في النهايات وليس في المقدمات. وضحت الفكرة. من جديد إليك بهذا السؤال الأخير عميد عبد الله، وباختصار لو سمحت، يعني ماذا يعني صحب الاحتلال تعزيزات هجومية وأخرى يصفها بالدفاعية من المستوطنات القريبة من حدود التماس مع قطاع غزة؟ طبعا يعني هو يريد أن يستعوض الخسائر التي لحقت بالأطقم الموجودة لديه هناك، يعني أعداد كبيرة جدا أفرغت هذه الطواقم من بعض العناصر. هؤلاء العناصر عندما يكونون كتلة واحدة ويتم خسارة البعض منهم كقادة جماعات أو كرامات أو عناصر مثلا موجودين ضمن تشكيل، هذا طبعا يستدعي أن يقوم بسحب مجموعة كبيرة من العناصر لاستعواض النقص في جبهات أخرى. على ما يبدو هناك شيء يعني مخفي عن الإعلام
الخسائر الكبيره نعم التي تستدعي تبديل عناصر واصدع عناصر، واحيانا طبعا قبل ان تكون الخدمه قام بتسريح بعض عناصر الاحتياط ايضا. يعني هناك البعض اصيب بالهذيان، وكثير من يعني الخوف في ميدان المعركه لدى العناصر ظهر في الام المعده التي وجدت لدى بعض الجنود الاسرائيليين. فلذلك يعني هو يريد ان يقوم ايضا بالاضافه الى العمل القتالي هو عمل نفسي بامتياز لتبديل العناصر، لان هناك عناصر من هول المعركه والمشاهد التي شاهدوها في هذه المعركه نعم. هم حاليا غير قادرين على التقدم شكرا والاشتباك مع العناصر الموجودين في الانفاق وفي الهيئات الغير مكشوفه لهم، وكثير من العناصر ايضا قاموا برفض الاوامر العسكريه واصبح هناك يعني تفرق. عميد عبد الله الأسعد الخبير والباحث العسكري كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. وكذلك أشكرك الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ضيفي من أم الفحم أستاذ صالح لطفي، شكرا جزيلا لك.